بسم الله الرحمن الرحيم، وياكم دكتور حيدر توفيق، اختصاص جراحة الدماغ والعمود الفقري. أصبح الصداع مشكلة شائعة بين الناس، ونسبة كبيرة من المراجعين يعانون من هذه المشكلة وعقابيلها على حياتهم اليومية وروتين العمل والحياة اليومية. الصداع مو سبب واحد، عدة أسباب تؤدي إلى هذا العارض. ممكن مشاكل العمود الفقري خصوصا بالفقرات العنقية لها دور، ممكن مشاكل الجيوب الأنفية، الالتهاب المزمن والالتهاب الحاد لها دور، ممكن مشاكل العيون وقضية حدة البصر وتأثيرها على التركيز واحتياج المراجع إلى النظارات لها دور، ممكن مشاكل الأذن، التهابات الأذن، حتى مشاكل الأسنان والتهابات اللثة ممكن أحيانا يكون لها دور في أن يكون العارض اللي يخلي المريض يراجع هو الصداع. الأهم من ذني كلهن هو قضايا مشاكل الدماغ وأمراض الدماغ وأورام الدماغ. واجبنا عند مراجعة المريض أنه نستخلص من المريض التاريخ المرضي للحالة، المدة اللي يعاني من عندها من الصداع، المكان اللي يعاني أكثر من عنده من الآلام في منطقة الرأس أو الوجه، الأعراض اللي تصاحب الصداع، مثلاً التقيؤ، الدوار، الغواشة بالبصر، مشاكل السمع، مشاكل البلع والمضغ، كلهن ذني ممكن أنه تدلينا على أصل المشكلة. كذلك الفحص السريري للمراجع ممكن أنه نستفاد من عنده حتى نوجه تفكيرنا وفحوصاتنا للسبب الرئيسي للصداع. هناك عدة إجراءات ممكن نسويها من يراجعنا المريض، عدة فحوصات ممكن نسويها تتراوح ما بين التحاليل المختبرية للفعاليات الحيوية للجسم، نسبة الدم، فعاليات الكلى، فعاليات الكبد، ونسبة السكر بالدم. كذلك نستفاد من المفراس للدماغ والجيوب الأنفية، نستفاد من الأشعة الفقرات العنقية وفحوصات الرنين للدماغ والفقرات العنقية. كل ذني ممكن أنه يوصل لنا إلى التشخيص الدقيق للحالة، التشخيص الدقيق للسبب الصداع، والأهم من ذلك العلاج الضروري لتخفيف حالة الصداع وإزاحة هم هكذا مشكلة للمراجعين. العلاجات تتراوح ما بين مسكنات الألم، مرخيات العضلات بالنسبة لمشاكل الفقرات، العلاجات تتراوح ما بين التداخل الجراحي للحالات اللي تحتاج تداخل جراحي، وممكن أحياناً الحل بسيط جداً، نظارات مشاكل العيون. ممكن أحياناً الحل أنه مراجعة طبيب الأسنان حتى يحل مشكلة تسوس الأسنان المزمن ويحل مشكلة الصداع. ممكن أنه نوجه المريض يراجع طبيب اختصاص أنف وأذن وحنجرة حتى يعالج قضية الجيوب الأنفية. مو شرط كل مريض عنده صداع يعني المشكلة لا سامح الله تكون بالدماغ، فلازم المريض يكون واضح بوصف الحالة مالته حتى يساعد الطبيب اللي دي راجعه انه يوصل الى التشخيص الدقيق والعلاج اللازم لحل هذه المشكلة وراحته من هم الصداع.